في سبوت لايت اليوم رح نحكي عن الحفلة الأولى اللي أحياها حسام السيلاوي المشهور باسم سيلاوي في الأردن. وسيلاوي فنان شاب أردني ابتدى يلمع نجمه خاصة من بعد ما حقق نجاحات كبيرة بأغنية عشانك وقدام الكل اللي حققوا ملايين مشاهدات على يوتيوب. وإحنا طبعا كنا موجودين في الحفلة وقابلنا سيلاوي واللي عبر لنا عن سعادته وحماسه الكبير للحفل. الحمد لله اليوم هي أول حفلة إلي لايف كونسرت في عمان. كثير مبسوط لأنه هذا المكان اللي أنا بلشت فيه، هذا المكان اللي طلعت منه، فالحمد لله الناس تحت فل والتيكت سولد أوت، فأنا كثير متحمس أنزل أشوفهم وننبسط مع بعض. وبما أنه دي الحفلة الأولى لسيلاوي في بلده الأردن، فحبينا نعرف منه إيه أكتر أغنية متحمس أنه يغنيها في الحفل. أكثر أغنية متحمس أغنيها بصراحة هم تنتين، قدام الكل عشانك، لأنه هم السبب الرئيسي في أني وصلت لهم الحمد لله. بالنسبة للبنان أنا كثير تعلقت فيها والناس شافت هذا الإشي، ناسها طيبين، ناسها بجننوا، كثير كانوا مناح معي، الأجواء كانت لطيفة جدا. أنا بوجه تحية للبنان والحمد لله، كانت عملت ثلاث حفلات في لبنان وكانت أول واحدة سولد أوت وثاني سولد أوت والثالث سولد أوت، الحمد لله كانت الناس كثير مبسوطين. ومن بعد الحفلات الناجحة اللي أحياها في لبنان والأردن، يا ترى فين ممكن نشوفه بيغني في باقي بلدان العالم العربي، خصوصا أنه عنده جماهيرية كبيرة؟ زيارتي على لبنان رح تثمر كثير بصراحة، زيارتي أي مكان رح تثمر. أنا نفسي أروح لبنان وسوريا ومصر وفلسطين، فلسطين كثير نفسي أروح يعني، بس بحكي لك لازم تكون في كل مكان متواجد. أنا حاب أشوف أي حدا بتابعني إن شاء الله من آخر مكان في الدنيا. وأكيد لازم نعرف منه إذا بيحضر أعمال جديدة في الفترة اللي جاية. بالنسبة للأعمال الجديدة في أغنية اسمها شايف طيفك، فيها رسالة كثير قوية في نهايتها، حتنزل قريبا جدا، ممكن تزعل ناس وممكن يتقبلوها عادي. وبما أنه سيلاوي تعرف بلهجته الأردنية في كل الأغاني اللي قدمها، فهل ممكن نشوفه بيغني بلهجات تانية قريب؟ اسمعني إن شاء الله بلهجات كتير يعني، أنا بحترم كل اللهجات، بس اللي بقدر عليها راح أعمله. أنا بحب أخاطر بهاي الشغلات. اللهجة اللي عين عليها بصراحة المغربي، أنا بحب اللهجة كثير المغربية وبحس فيها طاقة يعني، لما تغنيها بتكون مرتاح.